نيجي برضو استاذي على سؤال مكرر وزاري، وهذا السؤال مهم جدا في كل دوره وزاريه، واللي هو كل مما ياتي يا معاذ من الادارات والوحدات التي استحدثت في عهد الملك عبد الله الثاني اللي تتبع للامن العام ما عدا، يعني في وحده غلط يا معاذ، شرطه مجتمعيه، اذاعه امن اف ام، شرطه الاحداث، ام الشرطه البيئيه؟ معاذ انت شو بتحكي؟ الادارات والوحدات في عهد الملك عبد الله الثاني، انا الجواب بعرفه سيدي. جواب يعني احتمال اذاعة امن اف ام؟ لا، الجواب الصحيح هو الشرطة المجتمعية. لانه استاذي احنا عندنا الادارة الرابعة اللي هي وحدة امن وتشجيع الاستثمار بدل من الشرطة المجتمعية لازم تكون عندنا، وبالتالي الاجابة الصحيحة هي الشرطة المجتمعية لا تعد من الادارات في عهد الملك عبد الله الثاني اللي بتتبع لجهاز الامن العام. والله يعطيكم الف عافية اخواني.